نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فقبل ان ابدا لا اخفي عنكم شعوري بالحرج، ولا بد ان ابدا بهذا حتى يعني يكون في الامر وضوح للجميع. وسبب هذا الحرج اني اتكلم في حضور الشيخ، فنسال الله عز وجل العافيه. فاذا كان من باب التذكره، وقد قال الله عز وجل وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، فلا باس. اما اذا كان من باب العلم والتعلم فليس هذا المكان، فنسال الله عز وجل العافيه. موضوع الدرس الذي امدت به بعد صلاه العصر هو how to increase our love to Allah سبحانه وتعالى، كيف تزيد محبه العبد بالله تبارك وتعالى. Before I start إن شاء الله تعالى، I feel uncomfortable being here speaking and the Sheikh mashallah is present. And I'm not saying this just for the sake of it, but it's truly is. So may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for me. But if it's for just to remind one another, mashallah, this is something that is important for all of us to do, because Allah subhanahu wa ta'ala ordered us in the Quran, وَذَكَّرْ remind فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Because the dhikr, the reminder, benefits the believers. But it's not a session of teaching and learning and things of that nature. The topic is how to increase our love to Allah subhanahu wa ta'ala. Today, قضية المحبة قضية عظيمة جدا. وعليها كما يقول ابن القيم رحمه الله تنافس المتنافسون وتكلم الكثير والكثير من أهل العلم عن هذه القضية، ولم يقف أحد منهم على تعريف واضح لمعنى كلمة المحبة. The issue of the love in general, the word love, المحبة, something that if it's one of the levels of عبودية, one of the levels of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the level that Allah subhanahu wa ta'ala created us for. But if we want to really give a definition to the word المحبة or حب, the ulama, they could not give a very clear definition to it because it's not something that you can put in words. معنى لا يستطيع الإنسان أن يضع هذا المعنى العظيم جدا في بضع كلمات. ولهذا لو تكلم الإنسان عن معنى الحب، لو سألتكم سؤالا مثلا، من البشر ممن تعرفه تحبه حتى المحبة الطبيعية التي جبل الإنسان عليها، كيف تعرف هذا الحب؟ محبة الإنسان مثلا لأمه أو لأبيه أو غير ذلك من الناس، كيف تعرف هذه المحبة؟ إذا أردت أن تعرف هذه المحبة ستتكلم عن ظواهرها وآثارها ومقتضياتها، فتقول مثلا أنك تضحي من أجل هذا المحبوب وتقدم وتؤثر محبه على محابك وتنشغل بذكره، وإذا غبت عنه فإنك تصاب بالضجر وبالهم وكأنك فقدت شيئا من نفسك حتى ترجع إليه، فأنت دائم الذكر له، حريص على مصلحته، دائما منشغل بهذا المحبوب إلى آخره. If we talk about the natural love that we have in our life, and we know each person they have certain things that they love, whether a person loving his mother or wife or husband or anything in our life, how can you define this? Really, if you define it, when you talk about it, you'll talk about the outcome of it or the effect of it in your physical actions, in your concerns. You would say that you would sacrifice for the sake of the one that you love, that you would spend from your wealth, that you would, if for example, if you go away physically from that person, you always concern till you go back to him or to her, and you're constantly remembering that thing that you love and so on. So it's not really the feeling that you get, it's the effect of it. ولا شك أن أعظم محبة على وجه الأرض هي محبة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فهي أكمل المحبة على الإطلاق. فالله عز وجل هو الذي أنشأ هذه المحبة في قلوب عباده، فهو الذي خلق هذه المحبة. كل أنواع المحبة الموجودة على وجه الأرض، من الذي خلقها ومن الذي يملكها؟ هو سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحب وحده أو كمال الحب وحده سبحانه وتعالى.
لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الحب في قلوب البنات. الله سبحانه وتعالى is the one that deserves the most perfect love. Why? Because Allah سبحانه وتعالى He's the one that created this love in the hearts of every human being. Anything that a person loves, that feeling of love, who's the one that created this? Allah سبحانه وتعالى. So that's why He deserves the perfect love. ولذلك كانت العبادة تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول كمال المحبة لله عز وجل، والركن الثاني تمام وكمال الخضوع لله تبارك وتعالى. That's why العبادة, which is the purpose of our life, is on two pillars. One pillar, if it's missing, there's no عبادة. The first one is كمال الحب, the perfect love of the human being to Allah سبحانه وتعالى. Without the love of Allah سبحانه وتعالى, there's no عبادة. And the other pillar is the perfect submission and humbleness to Allah subhanahu wa ta'ala. These are the two pillars of an ibadah. Without them, there is no ibadah. رُكْنَا الْأَسَاسِيَانِ إِذَا فُقِدَ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِ فَلَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ ابْتِدَاءً. والعبادة هي السبب الذي من أجل خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك ينبغي أن يكون حرص المسلم على أن تكون هذه المحبة ليست هكذا شعوراً عابراً يشعر به الإنسان أحياناً أو شعوراً قاصراً في القلب، وإنما كمال المحبة أن الذي يقيم العبد ويقعده ويجعله يمشي ويقعد ويحيا ويموت إنما هي محبة الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. So if we really want to fulfill the purpose of our life, we have to do it with the perfect love. And that's why they say perfect love, not just any love, not just something that you think about it once in a while. It's the love of Allah subhanahu wa ta'ala that make you move and sit and eat and work and live and die. Everything is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. بل كما ذكر أهل العلم أن المحرك لأي شيء محرك أي شيء في الإنسان هو هي المحبة. محبة المال أو محبة الشهوات أو محبة الخير. فالذي يحرك الإنسان وينهضه ويحركه هو أمر المحبة. فإما أن يكون العبد محبا لله عز وجل بكمال هذه المحبة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون فاقدا لها، أو أن يكون عنده نوع محبة ولكنها ناقصة. So as the علماء they say, the thing that makes anybody do anything, Muslim, non-Muslim, anybody, why people do anything, it's because of the love of something. Whether they love wealth, or they love some desires, or love anything, or the love of Allah subhanahu wa ta'ala, which is basically what we need to have in any move and anything that we do in our life. And this is basically what we need to learn so that we practice this. How can all of our life to be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to establish the purpose of our life, and that is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone. وقد بين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، ولعل يعني الكثير قد سمع هذه الآيات مرارا وتكرارا، وأن القضية مرتبطة بخضوع العبد وكمال خضوعه لله عز وجل وعبادته لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكما يقول أهل العلم أن العبرة ليست بمن تحب، وإنما العبرة بمن يحب. ولذلك لم تأتي الآية ببيان الحق أو الأمر بمحبة الله عز وجل، وإنما بيّنت أن هذا الادعاء أو أن الكل يدعي محبة الله عز وجل، حتى أهل الشرك يدعون محبة الله تبارك وتعالى. We know the ayah that Allah سبحانه وتعالى says, say O Muhammad صلى الله عليه وسلم, if you love Allah سبحانه وتعالى then follow me, follow the Prophet عليه الصلاة والسلام, Allah سبحانه وتعالى will love you. This ayah is not ordering the people to love Allah سبحانه وتعالى. You cannot order someone really to love someone or something, right? And this is something is present even the disbelievers, they claim that they love Allah subhanahu wa ta'ala. One of the things that everybody claims that they have, believers and disbelievers. And that's why this ayah was revealed in Surah Ali Imran, in the Siyaq, or in the context of the Wafd of Najran when they came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they were Christians, right? And Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that the only way for them, if they claim that they love Allah subhanahu wa ta'ala, and they had this claim, is for them to follow the Prophet alayhi salatu wasalam, and it's also for every Muslim. And people are different when it comes to their following the way of the Prophet. Some people follow this much, and some people follow this much, and so on.
So according to how much they follow the Prophet صلى الله عليه وسلم, then it's how much they have the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And as it said, it's not by what you claim you are. If everybody claims that they love Allah subhanahu wa ta'ala, it's not really but by the claim. It's by those who Allah subhanahu wa ta'ala truly love. And this is also mentioned in the Quran and in the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرك المشركين إنما أشركوا بالله تبارك وتعالى كانت من حججهم أنهم إنما فعلوا ذلك حتى يقربهم هذا الشرك والعياذ بالله إلى الله عز وجل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا, يعني من ضمن محركات المشرك في شركه بالله تبارك وتعالى هو أمر التعلق بالله عز وجل, عنده نوع تعلق بالله تبارك وتعالى, ولكنه ضل الطريق لما حاد عن طريق وهدي الرسل فأشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته. Even the mushrikeen, those who worship other than Allah subhanahu wa ta'ala, as it's mentioned in the Quran. Why did they worship the idols and the images? They said, ما نعبدهم, we do not worship them, except that they would get us closer to Allah. That means they had some form of attachment to Allah subhanahu wa ta'ala. They had some love to Allah subhanahu wa ta'ala, but they deviated from the path. When they deviated from the path of the messengers of Allah, they were left to their desires to decide for themselves how to be those who love Allah subhanahu wa ta'ala, they were deviated. So this is a fact that is present when it comes to claiming that people love Allah subhanahu wa ta'ala. If you talk about the feelings like this, everybody have that feeling. Even the disbelievers, they feel that they love Allah subhanahu wa ta'ala. Even حتى كذلك من أهل البدع والضلالات الواحد منهم إذا ترك لشعوره فإنه يشعر بشعور جميل جدا. قضية ليست قضية مشاعر. وقد ذم الله عز وجل المشركين مع أنه يعني وذكر عنهم أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالقضية ليست قضية راحة نفسية مثلا أو شعور طيب يستدل به الإنسان على أنه يحب الله عز وجل لأنه يشعر بذلك في وقت دون وقت. القضية ليست هكذا, وإنما لابد من التزام الحق والتزام الصدق, وأن يكون العبد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فإذا ما ظهرت آثار هذا الاتباع بعد ذلك فهذا الشعور الطيب هو الشعور الحقيقي المنبثق من هذا الاتباع والخضوع بأمر الله عز وجل باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. The issue is not about feeling. When we talk about the love of Allah subhanahu wa ta'ala, it's not something that a person should expect that all of a sudden he will feel such a beautiful feeling and that's it. That's what it means to love Allah subhanahu wa ta'ala. الذين على المخدرات يشعرون بشعور جميل حتى يعني those who are in drugs when they're intoxicated they feel good, right? Those who disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala they feel that their iman, if it's correct to say that, their false belief, it's high, right? And they believe the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala and they feel, right? It's all about feelings. But is this is the right way to feel or not? This is not the right way. The right feelings is the feelings that comes after submitting ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala according to the way of the Prophet عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لمسلم أبدا أن يقدم بين يدي الله ورسوله حتى في الكلام عن محبة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأن يتقدم الإنسان بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون في كل الأحوال, ومن ذلك هذه المشاعر النفسية ومنها المحبة. It is not permissible for a Muslim to bring anything forward before Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم. Even your feelings, you have to subject your feelings to the Deen of Allah, to the way of to the Quran and the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. You put forward the truth. That's why الحق قديم, يعني تبدأ بالعلم أولا قبل أن تؤثر فيه بهوى أو بمشاعر أو كذا, فتقف على هذا الحق بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا التزم الإنسان هذا الحق فإنه من نعم الله عز وجل على العبد أن يقذف في قلبه هذه الراحة وهذه السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآية. So this is a very important point to start with, and that is we have to first know the truth. Knowledge comes first. And this is the adab, this is the manners with Allah subhanahu wa ta'ala. We do not bring anything
based on our desires or what we think or what we feel. We go back to the wahi first. You start with the wahi, start with the revelation. We're nothing but followers. We follow the wahi, we follow what's in the Quran and the way of the Prophet ﷺ. You put forward that before your own mind and your own feelings and your own taste and all these types of things. And once you're having the sabr and the patience and the steadfastness, then the proper feeling will come. Then the proper feeling will come. The feeling of tranquility, the feeling of the strong iman, it comes based on the truth, not based on desires or feelings or whatever it is. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا Whoever do righteous good deeds, مِنْ ذَكَنَ أُنْثَى هُوَ مُؤْمِنٌ Whether it's a male or a female, and they are believers. So the criteria is for them to be believers. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا Then we will give them the goodly life, and they will be rewarded with the best reward in the hereafter. فإذا الذي يحقق هذه المحبة والذي يزيد هذه المحبة في القلب هو الإيمان واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون جميعا أن الإيمان وقضية الإيمان قضية مهمة جدا وأن الإيمان كما هو معلوم من اعتقاد أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص قول وعمل يعني قول القلب وعمل القلب قول القلب يعني الاعتقادات الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والكتب والقدر والقدر خير وشر وأعمال القلوب ومنها المحبة محبة الله عز وجل والرضا والخوف والرجاء وقول اللسان قراءة القرآن والشهادتين إلى آخره وأعمال الجوارح كل ذلك من الإيمان يعني حياة المسلم كلها لما هي قائمة على هذا المعنى معنى الإيمان the belief in Allah سبحانه وتعالى right as you probably heard it many times it's not just something that is present in the heart it's something that is present in the heart when it comes to matters of belief, believing in the six pillars of Iman and so on. It's the deeds done by the heart, one of which is the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the fear of Allah and the hope for the rewards from Allah and so on. And the things that we say with our tongues, the shahadateen, the recitation of the Quran and so on. And the different deeds that we do with the different parts of our bodies. That means everything is part of this Iman. Iman increases and decreases. Iman yazidu yanqus, yazidu ta'a wa yanqus. بالمعصية وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا وأكمل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما زادت محبته لله عز وجل وكلما زادت محبة الله عز وجل لهذا العبد and the more the person is following the way the Prophet صلى الله عليه وسلم with regards to these four things that comprises the iman because we have to follow the way the Prophet صلى الله عليه وسلم in all of this then this is how and this is the way to perfect our love to Allah subhanahu wa ta'ala And this is also the way for us to receive the love of Allah subhanahu wa ta'ala, which is all explained clearly in the book of Allah and in the way of the Prophet alayhi salatu wasalam. Then, if the love of Allah subhanahu wa ta'ala, إذا كان كما سمعنا أن كمال الحب لله عز وجل ركن من أركان الإيمان, فإذا كيف ركن أركان العبادة, وأن العبادة هي السبب الذي من أجله خلقنا, فما على العبد إلا أن يتتبع آيات القرآن, ويتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقف على مراد الله عز وجل فيقدم هذا على هوى نفسه وعلى ذوقه وعلى كل ما في هذه الدنيا كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وجدت الأمر الاتباع قضية الاتباع وجدت الأمر الاتباع الأمر لهذا الدين فلخص حياة المسلم في هذه الدنيا في هذه الكلمة الاتباع الاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم So to make it easy and clear Right, it's not about again something a secret that a person would get to know here or there. It's one ayah after another, one hadith after another. Our whole life is just to follow. We are followers, right? Being a follower, to some maybe this is not a very good thing, but to the believers, this is the best thing. Followers of who? Followers to the best man ever walked on the face of earth, because Allah Subhanahu wa Taala ordered us to do so, and Allah Subhanahu wa Taala has heard in the verse. Made this the only criteria for people to receive the love of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why if you want to describe the religion of Islam in one word, this is what Sufyan al-Thawri rahimahullah he said, that I found this matter meaning this religion, is al-ittiba', is to follow. To follow who? To follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and this is how we gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If we follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then we would see that the life of the Prophet ﷺ, he would do what Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to do. And this is the hadith Qudsi that also many of us heard it, that shows the path of the wilayah and the love of Allah subhanahu wa ta'ala.
الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Which means nobody would get closer to Allah subhanahu wa ta'ala by more what Allah subhanahu wa ta'ala had made it obligatory first. Right? This is the first criteria to do the obligations. Which means if someone, and this is without any exaggeration, بلا مبالغة أبدا لأن هذا هو معنى أو مقتضى هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلو صلى الإنسان وصام صلاة نفل وصيام نفل طوال عمره ما أغنى ذلك عنه إذا ترك صلاة واحدة مما افترضه الله عز وجل على العباد. لماذا؟ لأن الفرض إنما فرضه الله عز وجل لمحبته لهذا الفرض. فمن أحب الله عز وجل قدم الفرض أولا على أكمل حال ثم أتبع ذلك بالنوافل والمستحبات. So without any exaggeration, if a person would do optional acts of worship all of his life, right? And he would miss one of the fard prayer, which is more rewardable, definitely is the fard prayer. Because this is what Allah subhanahu wa ta'ala obligated on us. And who are we to decide what is good and what is not? And that's why the hadith says this, that we have to do the obligations, and the obligations is not just the salah. الذي افترضه الله عز وجل على العباد ليس فقط الصلاة، كانت الصلاة أكد الواجبات والفروض على الإطلاق بعد توحيد الله عز وجل، ولكن كذلك من الفرض الواجب ترك المحرمات، which is a very important thing. الفرض, the mandatory thing is not just to do something as the صلاة, which is of course the most important thing after the توحيد, is also to leave the sins. And this is what the Prophet صلى الله عليه وسلم said in the sound hadith. حديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ عني أو مني خمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن يعني يتعلم هذه الخمس ويعلمهن بعده يعني من الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. The Prophet صلى الله عليه وسلم in the Zawd hadith when he said who would take from me five things to show the importance of when you leave the haram, this is basically the ways to increase the love of Allah subhanahu wa ta'ala by leaving the haram is as important as doing what we are obligated to do. So the Prophet said to who would take five things, learn it from me and teach it to others. And Abu Hurairah radiallahu anhu, he said that he would. And the Prophet as Abu Hurairah radiallahu anhu, he said, فأخذ بيدي فعدهن فيه. The Prophet ﷺ took the hands of Abu Hurairah رضي الله عنه and counted these five things, right, to show the importance of it. ما يبين أهمية هذه الأشياء الخمس. أول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. The first thing he said عليه الصلاة والسلام and he's counting that for Abu Hurairah to forget. And for that to be passed on to us, and for us to learn it and to teach it to others and act according to it. وعدهن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم المسلم ذلك يحفظ هذه الأشياء ويحفظها لغيره ويعمل بمقتضى هذه الأوامر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم. What's اتق المحارم means? Shield yourself, protect yourself from the haram, from sins. تكن أعبد الناس. You'll be the most worshipper person, the best person in worship, which is the purpose of our life, which one of its pillars is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to be the best in the love of Allah subhanahu wa ta'ala, be the best in matters of worship. And how to be the best in matters of worship? Shield yourself, protect yourself from what is haram. To stay away from what is haram. And this is definitely the mean for us to achieve this as it's mentioned in the hadith. And the hadith continues since we said the hadith. وارض بما قسمه الله عز وجل لك تكن أغنى الناس. Be pleased with what Allah subhanahu wa ta'ala destined for you and provided for you. You will be the most richest person. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. Be kind to your neighbor, you'll be a believer. وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما. And love for your brother what you love for yourself, you'll be a Muslim. ولا تكثر الضحك فإن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. And do not be excessive in laughing because the excessiveness of this
will make or cause the heart to die. It's not about laughing, it's about the excessiveness of it. When the life of a person is opposite to what seriousness is. لما تنقلب حياة الإنسان إلى حياة هزل ولعب بدلا من أن تكون حياته جد ويعني اهتمام كما هو الواجب على المسلم حياته حياة جد وحياته مثابرة ومجاهدة وصبر على أمر الله عز وجل. The life of a Muslim is not a life of play. It's not a life of just laughing and joking and that's it. This is like the salt on the food. Make it taste nice, yes. مثل الملح على الطعام الهزل والضحك وكذا بما يرضي الله تبارك وتعالى. Not to be excessive. And some people they spend so much wealth in just to make them laugh and that's it. And as if life is just about laughing and joking and this and that. This is seriousness. This life is really serious. ودليل على أن هذه الحياة حياة جد ويعني تضحيات وتفاني وصبر وكذا أن بعد هذه الدنيا إما جنة وإما نار الأمر خطير جد خطير. This life is very serious because once we die it's either جنة or the hellfire. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. That جنة is very close to one of you, more closer than his shoelace which is touching one's skin, and the same thing for the hellfire. That's why the ulama, they said this hadith from the very strong hadith, one of the strongest hadith in targhib wa tarhib, in hoping for the rewards of Allah and also the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Because the matter is so close. Jannah is very close and the hellfire is very close. Right? And nobody was given the guarantee of either. And we have only this life to work and to be followers of the way of the Prophet alayhi salatu wasalam. فإذا القضية قضية عمل اجتهاد وصبر ومثابرة وكما سبق هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد ذكر علماء أشياء كثيرة مما تزيد من محبة العبد لربه تبارك وتعالى. والإنسان لابد أن يقدم مرتبة الإسلام قبل مرتبة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا قدم الإنسان هذه الطاعة وهذه الاستجابة والانقياد لأمر الله عز وجل فإن الله عز وجل يقذف في قلب العبد هذا الشعور. إذا أراد العبد هذا الشعور فإن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه يقذف في قلوب عباده هذه المحبة وهذا الشعور الطيب والسكينة والطمأنينة بموعود الله تبارك وتعالى. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى إلى آخره. يعني if someone the matter is about following again the Prophet صلى الله عليه وسلم and we have to be tested with this regard and the eagerness that we have that we follow the Prophet صلى الله عليه وسلم, we think about this at all times and we do things physically and then eventually the proper feeling would come afterwards if we are patient seeking the rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. And also we have to have the heart busy with the remembrance of Allah, with the love of Allah subhanahu wa ta'ala, so that also that would affect our outside appearance and our actions and our speech and so on. So what are these, some of the things that, for example, the ulama they mentioned in Al-Qayyim rahimahullah, ذكر هذه الأشياء العشرة الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. منها إثار محب الله على محبك أو محب النفس خاصة عند غلبات الهوى كما يقول. Which means that one of the means to establish or to achieve the love of Allah subhanahu wa ta'ala in the heart is to put forward the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the things that Allah subhanahu wa ta'ala loves over the things that you love. And we can test ourselves. لا بأس الإنسان يمتحن نفسه ويختبر قلبه ما هي الأشياء التي يحبها الإنسان بطبعه كإنسان. أشياء كثيرة جدا وقد جبل الله عز وجل الإنسان على محبة أشياء بعينها. ولكن إذا جاء الأمر من الله عز وجل في مخالفة هذا الهوى وهذه المخالفة تكون لمصلحة العبد في الدنيا والآخرة ولم يحرم الله تبارك وتعالى على العباد إلا ما كان فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. So when we think of the things that we love in this life and what we love in this life, it would not ever contradict with the deen of Islam. It just regulates it so that we would do it according to what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. But when a person loves something, then we will be tested with regard to this thing that we love. Whether we will be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to this thing or that thing, or a person will just follow
one's desires and really doesn't care too much about what Allah subhanahu wa ta'ala ordered us. And some people, they love wealth. Some people, they love the desires when it comes for women, for example, things like this. And definitely the person will be tested. And the person will be tested with regard to these things to see who would we put forward. And Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned that the closest people to you, your wives, your children, you will be tested with regard to them. And whether a person will put forward this love over the love of Allah subhanahu wa ta'ala or what. And Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned to test our submission and our love to Allah subhanahu wa ta'ala. The Sahaba radiallahu anhu, ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل محبة الله تبارك وتعالى وهذه المنزلة التي تنافسوا على تحصيلها وفازوا بها برضوان الله تبارك وتعالى لما قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. كان الهم الأول هو بلوغ مرضات الله عز وجل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. The Sahaba رضي الله عنهم, they were the best example. And when we look at their life, and of course the life of the Prophet عليه الصلاة والسلام, Allah subhanahu wa ta'ala said that he purchased the lives of the believers. That everything in their life were all owned by Allah subhanahu wa ta'ala. But they did that willingly. Not just for the fact that you are owned by Allah subhanahu wa ta'ala. They did that willingly. Their life and their wealth, all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's the battle. معركة بين الإنسان وشيطانه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان يوسوس للإنسان وأنه لو باع نفسه لله عز وجل لخسر الدنيا مثلا. هذا كله من وسواس الشيطان. وخاب وخسر من اتبع الشيطان في ذلك. ولا يمكن أبدا أن يخضر الله عز وجل من باع نفسه لله تبارك وتعالى وجعل حياته كلها لربه وخالقه سبحانه وتعالى. It's always this battle between us and the shaitan. When the shaitan would keep promising us poverty, promising us all kinds of evil things when we would turn to Allah subhanahu wa ta'ala. This is whoever is successful in defeating the shaitan, putting the trust in Allah subhanahu wa ta'ala, putting forward the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and not listening to the whispers of the shaitan, then definitely this is the successful person. There is no way that Allah subhanahu wa ta'ala, the Most High, would order for the believers to do something and that would ruin them. But we will be tested with this regard. We have to be tested with this regard. Why? Because to show who have more love to Allah subhanahu wa ta'ala, following the way of the Prophet عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت قضية الاتباع كما سبق في فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وفي ترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر العبادة وإلا وقع الإنسان في خلاف ذلك. و the issue of following the Prophet صلى الله عليه وسلم, we have to know how to do it because it's not just about doing, it's also about leaving what the Prophet صلى الله عليه وسلم left. And when we have the shahada that you bear witness that the Prophet ﷺ is the messenger of Allah, we have to live this shahada. And living this shahada means that in our speech and actions and so on, we follow the way of the Prophet ﷺ. And we stay away from the things that the Prophet ﷺ didn't do, matters of belief, matters of ibadah. And when we look around us, throughout the Muslim world, right? And nobody can ever feel secure from matters of fitnah, matters of tribulations. But when we look around us, we would see that so many different routes and so many different understandings and, so, and everybody claiming to be whatever. ولذلك الفتنة عظيمة جدا في هذا الزمان وفي غيره من الزمان ولكن الفتنة الأعظم في هذا الزمان لما تختلط الأمور وكل يدعي وصفا بليلة والكل يدعي محبته لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا ينبغي أبدا أن يأمن على نفسه الوقوع في الفتن وفي المهلكات إلا أن يتعلق بالله تبارك وتعالى وأن يكون فعلا لا يقدم قولا ولا خطوة في هذه الدنيا إلا بعد أن يتأكد أن هذا من مقتضيات الاتباع. نحن قد تعبدنا الله عز وجل بالنصوص, لم يتعبدنا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالمصالح ولا كذا, وإنما تعبدنا بالنصوص. ولذلك لابد أن يثبت الإنسان على هذا. الله سبحانه وتعالى ordered us to follow the text, the evidences, not opinions and not desires and not benefits here or there.
These things, especially at the times of fitan, can take the person away from the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The person should not take a step forward or backward or anything unless you know for sure that this is what Allah subhanahu wa ta'ala love for you to do. And how can we know this? Without the text, without the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why is it fitna then when things are not clear? And don't do anything unless the matter becomes clear for the person that this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. And also one of the things that is mentioned is the recitation of the Quran. How is our affairs with the Quran? You would find that it's physical things to be done. But you would find that we're not consistent in doing it because of the love of many things in our life. But the ones that love Allah subhanahu wa ta'ala, their life with the Quran is totally different. من ذلك مثلا قراءة القرآن وعلاقة الإنسان بكلام الرب سبحانه وتعالى. فالقرآن هو الشيء الذي بيننا وبين الله عز وجل. فما الذي يشغل الإنسان المسلم عن كتاب ربه تبارك وتعالى قراءة وتعلما وتدبرا وحفظا وإلى آخره. What is the thing that makes us busy to be away from the Quran? Reciting and pondering and acting according to the Quran, when the Quran is the thing between us and Allah subhanahu wa ta'ala. The criteria to know who have more love of Allah subhanahu wa ta'ala, the ones that will be busy always with the remembrance of Allah, with the thing between us and Allah subhanahu wa ta'ala, as it's mentioned in the sound hadith from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, أَبْشِرُوا فَإِنَّ الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ عِنْدَ اللَّهِ. That he said to the companions of Allah, have the glad tidings, because the Qur'an has two ends. One end with Allah subhanahu wa ta'ala, another end with you. That means whoever holds fast to the Quran, he would never be deviated. Those who claim that they love Allah subhanahu wa ta'ala, they would want to be connected. يريدون هذا الاتصال ولا يكون ذلك إلا بالشيء الذي بيننا وبين الله عز وجل ألا وهو كتاب الله تبارك وتعالى. فيكون إذا الجواب أو كيف تزيد محبة العبد لله عز وجل بكثرة تعلقه بكتاب الله عز وجل وبذكر الله تبارك وتعالى. وهذه يعني ليست كلمة هكذا بلا مدلول عملي، بل لابد أن يظهر ذلك في ساعات الليل والنهار. والليل له وفيه حقوق لابد أن تؤدى، وكذلك النهار. فيقوم العبد بالليل لكتاب الله عز وجل. والكلام هنا لمن يحافظ على صلاة الجماعة ويحافظ على الفرض الذي أمرنا الله عز وجل به، ألا يكتفي بمجرد صلاة الفرض، بل يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آيات الله عز وجل ويتدبر آيات الله تبارك وتعالى في الليل، ثم يطبق هذه الآيات في حياته وفي أهل بيته وفي من حوله، ويجاهد نفسه، وكلما وقع تاب ورجع إلى الله عز وجل. ودائما يأتي القرآن ليصحح وينظف ويطهر قلب المسلم من كل الأدران التي تكون في هذا القلب، كما قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وذكر أهل العلم في الكلام عن هذه الآية هذا المعنى أيضا ينطبق على أثر كلام الله عز وجل في القلب. القلوب الممتلئة أو التي فيها من الشبهات والقاذورات والتعلق بهذه الدنيا، إذا ما قرأ الإنسان كتاب الله عز وجل وتدبر هذه المعاني، فإذا دخل القرآن القلب فإنه يضرب الله عز وجل الحق بالباطل، فالزبد وهذا الغثاء يطفو على السطح، ثم تأتي آيات الله عز وجل وتقذف بهذا الباطل حتى يصبح القلب ممتلئا نورا وحكمة. وكذلك في المقابل أن القلب لما كان هو وعاء الإيمان ووعاء الحكمة إلى آخره، فلا يستقر أو لا تستقر المعاني التي يريدها الله عز وجل منا في القرآن إلا إذا تطهر القلب من كل ما يكون فيه تعلق بغير الله عز وجل. This heart goes both ways. That the same thing as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, that when the rain comes and it takes the dirt away from the flood, when the foam becomes on top of it, and what benefits the people stays on earth, the same thing when it comes to the relationship between the Quran and the hearts of the people. You recite Quran and there are filth in our hearts, right? Goes both ways. We need to purify our hearts for the effect of the Quran to be present in our heart, because the Quran is the heart is the container
that either we would have the light, which is the Quran in it, or otherwise. But at the same time, we have felt in our hearts the Quran when it's recited, when a person ponder over the verses of the Quran, it goes into the heart and you have this struggle between the truth and the falsehood. The Quran washes away the evil, cleans the heart of the believers, and on the other side, they are working to clean their hearts from associating partners with Allah, with being attached to other than Allah subhanahu wa ta'ala, to have the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the attachment to the hereafter. All of these things brings the benefits that we need to receive from the words of Allah, from the verses of the Quran. And of course, our life is to follow the way of the Prophet in all of our affairs, whether it's in family life, in the masjid, in the streets, in the schools, everywhere. Our example is the Prophet alayhi salatu wasalam. طبعاً أشك أن موضوع المحبة موضوع يطول وليس يعني ولست ممن يعني يستطيع أن ينقل إليكم هذه المعاني بصورة كاملة واضحة، وإلا فالرجوع إلى كلام أهل العلم والرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق العبد مع الله عز وجل، أن يصدق العبد في طلبه واللجوء إلى الله عز وجل. وإذا طلب وسأل الله عز وجل هذه المحبة فإنه أو ينبغي أن يكون حاله كحال الغريق في وسط البحر يتعلق بخشبة، كيف يكون دعاؤه واضطراره إلى الله عز وجل؟ فلابد أن يضطر الإنسان وأن يشعر الإنسان بهذا الاضطرار، يضطر إلى الله عز وجل أن يجعل في قلبه هذه المحبة لله تبارك وتعالى، مما يظهر آثرها على أقوال العبد وبدنه إلى آخره. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فكأن هذا هو السبيل. If we cannot talk about it in an extensive way, it's basically applying the whole religion of Islam. And the علماء, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on them, they talked a lot about this level, the level of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And before that, the Quran and the sayings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But if one last thing that can be mentioned, is to sincerely, truthfully turn to Allah subhanahu wa ta'ala in dua, that we would have this love of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. And this truthfulness in the dua, not, oh Allah, and this give me love or make me love you and so on and that's it. It's the attitude that is in the heart, that if a person, if he is drowning, right, and he's only hanging to a piece of wood, how will the dua, how sincere the dua would be? Do we have the same sincerity when it comes to seeking the help from Allah subhanahu wa ta'ala, to have the love of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts? If this truthfulness is there, we don't need a long lecture. We just need lectures to learn the deen. We won't need a lecture to learn how to love Allah subhanahu wa ta'ala. We would be eager to learn what is the deen of Allah, what is the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what is shirk to avoid it, what is the bid'ah to avoid it, the innovations of the deen, what is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because this is the means to achieve the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And from the dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma yasaluka hubbak, oh Allah, I ask you for me to love you, وحب من يحبك, and to love the ones that love you, and to love every deed that would get me closer to your love. So this is basically the love of the Muslim to Allah subhanahu wa ta'ala, the love to Allah subhanahu wa ta'ala, and to the deeds that would get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and to those who Allah subhanahu wa ta'ala love. And who are the people that Allah subhanahu wa ta'ala love the most? The messengers of Allah. So we have to seek the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala by loving the messengers of Allah and following them and so on. And who are the people that comes right after the messengers of Allah? The highest level that human beings reached when it comes to the love of Allah subhanahu wa ta'ala, after the messengers of Allah, the companions of the Prophet alayhi salatu wasalam. So loving them by following them, following their understanding, following their way in all of our affairs. And not just to say it like general words like this, but to be honest and truthful with ourselves in everything that we say, in all of our actions. But the key word is the truthfulness, is the sidq. If it's present in the heart and the person turns to Allah subhanahu wa ta'ala with this criteria, then Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who have the love of Allah subhanahu wa ta'ala in the hearts, and to make us among the true followers of the Prophet alayhi salatu wasalam. And may Allah subhanahu wa ta'ala make this gathering a blessed one. And may Allah subhanahu wa ta'ala always bring us in matters of His obedience. And this is basically one of the things that increases the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And people's affair is all for the sake of Allah. JazakAllahu khairan wa sallallahu alayhi wa sallam.